إذا السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرة أخرى في الحصة الثالثة من حساب من عفوا من درس تنظيم ومعالجة المعلومات أو البيانات. إذا عندنا واحد الإكزرسيس بالفرنسية نحاول نقراه وغادي نشرحه كلمة بكلمة إن شاء الله. La représentation graphique circulaire suivante présente la production en kilogrammes de fruits dans une ferme de la région de Taounat. إذن هاد التمثيل المبياني الدائري كيمثلنا الإنتاج بالكيلوغرام للفواكه بالضيعة بمنطقة تاونات. إذن هاد المبيان الدائري كيمثلنا الإنتاج ديال الفواكه بالكيلوغرام. إذا عندنا هاد الفواكه، عندنا 4 أنواع الفواكه. كاين لي غيزا، هاد اللون هذا 500، عندنا 500 كيلوغرام. لي غيزا هما هو العنب. كاين لابريكو 100 كيلوغرام برقوق. كاين لافيك 150 كيلوغرام، لا فيك هي كرموس 150 كيلوغرام، و ليزوليف 250 كيلوغرام. اذا هذا هو المنتوج ديال هاد لافيرم. دونك نكتب هنا كل نوع ديال الفاكهة شحال المنتوج ديالها انطلاقا من هاد الميبيان. اذا دابا كنشرحها غير شفويا ومن بعد غنكتبو كتابة. ومن بعد هنا السؤال الثاني، جو كومبار اي جو ديتيرمين لا ماس دو فروي برودوي ان غراند كونتيتي. اذا شنو هي الفاكهه التي انتجت بكميه اكبر؟ هي ايريزا، نكتبو هنا ايريزا. لا ماس دو برودوي، عفوا لا ماس دو فروي برودوي ان بوتيت كونتيتي. اذا هي يعني الجملة كتعني شنو هو الفاكهة التي أنتجت بكمية أقل. هي لافريكو برقوق. لو فخوي برودوي ان كونتيتي سيبيريور ا 400، يعني الفاكهة التي أنتجت بكمية أكبر من 400 كيلوغرام. هي كاين لي غيزان وكاين لافيك. Le fruit produit en quantité inférieure à 300 kg. Inférieur, il y a 400 kg. Il y a les olives ou l'abricot. Et dans le numéro 1, il y a le kitab. Et dans les figues, il y a 450. غيزان عندي 500، لابريكو عندي 100، والوليف عندي 250. La base du fruit, la base du fruit produit en grande quantité, il y a raisin. Pour un raisin. S, ma divine, nest la base du fruit produit en petite quantité. Il y a asrar, fakeha, ya, abricot.
fréquent. Oh, le fruit produit en quantité supérieure à 400. Un dihna, un défique, un XBF. Je m'en dis l'espace. Fique, un XBF, espace, F, à point. C'est vrai, F. كتاب زائد اف زائد غيزان اكسب اخ اذا غيزان كتب غير اخ ولكن انتم تكتبوا غيزان كامله متفقين اخ شويه اخ غيزان غيزان انتقلوا الفخوي برودوي ان كونتيتي انفيريور يعني الفواكه اللي تجدد اقل من 300 كيلوغرام. عندي اوليف نكتب او دي او هي اوليف عندي سيدي ابري كنكتب غير صافي ولكن نتوما كيما قلت تكتبوا الكلمه كامله. اذا هذا كل ما يتعلق بهذا التمرين. هذا ننتقل الان الى التمرين موالي. كتبت المبياني أسفله يبين معدل الوقت الذي يقضيه سكان إحدى القرى بمنطقة الريف المغرب أمام التلفاز في الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع. تبقي هذا المبيان هذا شنو كيبينا؟ كيبينا عدد الساعات التي يقضيها سكان إحدى القرى بمنطقة الريف أمام التلفاز. إذا عندنا الأيام ديال الجمعة والسبت والأحد. إذا الجمعة بشحال من ساعة؟ عندي 4 سوايع. والسبت شحال من ساعة؟ 3 سوايع ونص. ونهار الحد 2 سوايع ونص. إذا هاد البيانات اللي عندي هنا في هاد الميبيان غنعمروهم هنا في الجدول وغنجاوب على الأسئلة. متفقين؟ إذا غنجاوب هنا على الأسئلة خلاص. وهذه المدة التي يقضيها سكان القرية أمام التلفاز. يوم الجمعة خلاص قلنا 4 سوايع. يوم السبت 3 سوايع ونص. يوم الأحد 2 سوايع ونص. قارئتم أحد اليوم الذي يقضون فيه أطول مدة أمام التلفاز. شنو هي أطول مدة أمام التلفاز؟ هي أطول مدة هي 4 سوايع وأقصر مدة هي 2 سوايع ونص. إذا ننتقل الآن إلى الكتابة. إذا قلنا جمعة عندي يا سيدي جمعة عندي 4 سوايع 4 ساعات. ساعة عندي لها 10. انتقلوا السبت سبت مدة 3 سوايع ونص. الأحد 1 سيدي عندي 2 سوايع ونص. إذا 10 هو الرمز ديال الساعة في فرنسا. يوم الجمعة إذا 4 سوايع. يوم السبت 3 سوايع ونص. ويوم الأحد 2 سوايع. جوج
إذا أطول مدة أمام التلفاز هي أطول مدة هي 4 صوير. عفوا، أربع ساعات أقصر مدة هي 2 صوير ونص. إذن هذا كل ما يتعلق بالقصة هذه، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ونلتقي في الحصة المقبلة بإذن الله. السلام عليكم.